السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عادل أوسي جيمر معكم، مساكم بخير، شو مسوين؟ شلونكم؟ اوه نطة 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 نطة! تيم باتل فيلد 3 هذا طول رش في باتل فيلد، طول رش بالضبط وش هو؟ أو بكل اختصار يعني لو تشوفوه مكتوب بي الحين ومكتوب اي، أنا عندي إياهم بالأحمر لأنه إحنا الفريق المهاجم الحين في الطور هذا، في فريق مهاجم في فريق مدافع. احنا فريق المهاجم فعندي اياهم بالاحمر، انا لازم اروح ازرع القنبله الحين في يا اي او بي، فراح تشوفوا الحين راح تنزرع قنبله وراح تشوفوا الشغلات الحلوه الباقيه. طرش زي ما قلت بيسكلي او بكل اختصار عندك قنبلتين، انت فريق يا مهاجم يا مدافع، مره تصير انت مهاجم جيم كامل ومره تصير انت مدافع. اذا انت المهاجم لو تشوفون في شيء ازرق الحين على اليسار مكتوب اي تي تي، هذا الحين صاير 57، هذا عدد الارواح او عدد الارواح الباقيه في فريقنا الين ينتهي الجيم. يعني لو احنا ذبحنا 55 مره الحين وما فجرنا القنابل هذه راح ينتهي الجيم، يفوز الفريق المدافع. لو فجرنا القنابل هذه راح تشوفون بعد شوي، بعد يمكن دقيقتين او ثلاثه راح ننتقل للمكان الثاني او الجزء الثاني من المرحله. طبعا انا اعتذر، التسجيل هذا يعني صار في تقريبا نص الجيم بشكل عام، هم اربع كل جيم رش اربع اجزاء، يعني انت تلعب الماب ماب جدا كبير لكن تربع حلو تربع هذه تلعب اربع اجزاء من المرحله. فالجزء الاول عندك قنبلتين فجرتهم تنتقل للجزء الثاني، فجرتهم تنتقل للجزء اللي بعده، فجرتهم تنتقل للجزء اللي بعده، بعدين عاد خلاص اذا فجرت الجزء الاخير ينتهي الجيم، انت اللي تفوز. طبعا لكل جزء فيه على ما اعتقد 75 او 100 ذبحه للفريق المهاجم، فالفريق المهاجم لازم يكون مره مريح وجدا مرتاح عشان ما يخسر الذبحات هذه بسرعه. الفريق المدافع عنده عدد لا نهائي من الذبحات، فدائما تشوف الفريق المدافع هم اللي ذابحين اكثر، هم اللي جايبين. انا شفت واحد مره امس او قبل امس ذابح 50 فرضا انه ميت مرتين او ثلاثه، فيعني تلاحظ الشغلات هذه جدا كثير. طبعا اذا زرعت قنبله راح يجيك بوينتس او اكس بي، اذا ذبحت احد طبعا راح يجيك اكس بي، اذا ساعدت احد راح يجيك اكس بي، كل شيء في اللعبه هذه يجيك منها اكس بي. يعني اذكر انا لعبت انا وابراهيم خليل قبل كم من يوم، كان هو الثاني على الفريق وما ذبح احد وميت 12 مره، الثاني على الفريق بالاكس بي او بال ما ادري ايش معناها بالعربي لكن النقاط هذه، الثاني هو على الفريق هو ما ذبح ولا احد وميت 12 او ما ادري 13 مره. فهذا يوريك انه اذا رحت زرعت راح يجيك بوينتس، اذا ما ذبحت احد وساعدت مثلا طلقت على احد جنب احد راح يجيك سبريشن اللي هو التخويف او التمويه وراح يجيك برضه بوينتس. هنا قهر كان المفروض اخذ الرد اطلق على اللي فوق وبعدين ارجع لهذا، لكن مو مشكله. ففي المقطع هذا راح نتكلم عن هنا، طبعا راح انقز مره ثانيه، مبسوط هنا كنت جدا جدا مبسوط كنت انه قاعد انقز في المكان هذا بشكل جدا رائع كان. ف راح اتكلم عن كم شغله في المقطع هذا، منها الجيم، منها باتل فيلد 3 بشكل عام، يعني مع موعد نزول مع قروب او مع اقتراب موعد نزول مودرن وورفير 3 او كول اوف ديوتي، وهل راح ارجع لكول اوف ديوتي والعب اكيد طبعا انا راح انزل اللي موجود في راح انزل المقاطع اللي الناس تبغاها مثلا، او خلينا نجيبها بالطريقه هذه، راح انزل المقاطع للالعاب اللي متوفره حاليا، ما راح انزل مقاطع للالعاب جدا قديمه لانه اعتقد انه راح وقتها، فحان الوقت انك تجرب شيء جديد وتلعب شيء جديد وتشوف اشياء جديده. برضو هنا للاسف الشديد عماني بالكشاف، لو تشوفون الكشاف جدا يعور العين. يعني حتى وانا قاعد اسجل كومنتري هذا عيني عورتني. ف حلو لما ترسبن قدامك هليكوبتر. في الجزء الثاني من المقطع راح تشوفوني راح استعمل الدبابه او اللي هي والله ناسي وش اسمها، لكن دبابه امريكيه هي على ما اعتقد. وراح تشوفون ايش راح يصير في الجزء الثاني، جدا ممتع اللعب، جدا رائع، جدا جالس استمتع في اللعب، كل يوم قاعد العب، كل يوم قاعد ادخل مع ناس وقاعد نلعب جدا وناسه يعني لابعد درجه. يعني ما من زمان ما استنست في لعبه زي كذا، خصوصا مالتي بلاير، يعني خصوصا اونلاين. يعني اخر لعبه اذكرها انبسطت عليك انبسطت فيها كانت كول اوف ديوتي 4 او مودرن وورفير العاديه، يعني كانت هي اخر لعبه الظاهر او اخر لعبه اتذكر اني انبسطت فيها، يعني من غير ما على قولتهم تقفل معي واتمنى اني اكسر الاكس بوكس والشغلات هذه. زي ما تشوفون الحين قاعد ازرع القنبله، انا زرعت بي وزرعت اي،
فيعني الحين اخويا المفروض ان ما نخليهم يعني مثلا يفكون القنبله عشان نقدر ننتقل للجزء الاخير من اللعبه اللي هي طور الرش، ونقدر نفوز احنا في الجيم طبعا كله. ف هذا بالنسبه لطور الرش بشكل عام، يعني ما بشكل اختصار بشكل جدا مختصر برضو، يعني ما في كل التفاصيل. يعني اكثر الاشياء اللي ممكن لازم يعني تشوفوا باقي لنا 9 ارواح الحين، واخوينا اخوي قاعد يزرع البام واستناهم، وقاعد نحاول ندافع عنه في تخييم بسيط لانه قاعد دافع عن بام والشغلات هذه. فزي ما قلت انه المساله كلها مساله لعب جماعي، لعب يعني معني هنا قاعد العب لحالي ما معي احد، يعني حتى لو تلاحظون هنا خوينا الله بالخير ابدا ما يدل بالسواقه الطيارات فنقزنا. بتلاحظون شيء اخير راح يطلع بعد شوي اللي هو هذا الورنينج، هذا الشيء عشان ما يصير في على قولتهم حشر حشر حشر. هذا يخليك تستنى لين اخوياكم او اللي ضدكم يرجعون للبيس حقهم او المنطقه حقتهم المدافعه عشان ما يصير فيه حشر حشر حشر. طبعا هنا راح اخذ الدبابه وراح تشوفون ايش راح يصير، لانه شيء جدا ممتع انك تركب دبابه، خصوصا لو كان معك ابراهيم خليل بالرشاش وبعدين ينزل يصلح لك الدبابه وبعدين يرجع يركب مره ثانيه. فشيء جدا ممتع. الى الان انصح الناس تروح تشتري باتل فيلد، انصحهم وبقوه بقوه بقوه يعني مره يعني. ف حتى لو انت تلعب كول اوف ديوتي بس حاول انك تغير، حاول انك تجرب شيء جديد، حاول انك تغير النمط او طريقه لعبك للالعاب الشوتر او العاب الحرب والشغلات هذه. وهنا اللي يسألني كيف قاعد يطلق الرشاش، تضغط واي ويتغير الرشاش بدل البزوكي هذا او الطياره اللي مو الطياره الصاروخ العادي هذا. فالى الان زي ما قلت اني انصح الناس في باتل فيلد او تو بيس. انصح الناس في باتل فيلد لان اللعبه جدا رائعه جدا ممتازه. حاليا كان فيها اخطاء اول ما نزلت اللعبه، فيها اخطاء بسيطه حتى الان يعني، لكن اللعبه جدا ممتعه جدا رائعه، خصوصا على الاكس بوكس. انا العبها على البي سي لكن من فتره لفتره مو بدايم، قاعد احاول اني العب على البي سي او اسجل شيء على البي سي، لكن للاسف شديد انا ماني بذاك ما تعودت الى الان على الكيبورد والماوس، مع انه اسهل لي يعني اسهل بكثير التصويب وما تضيع اساسا. هنا خوي يسكر علي الطريق وما اقدر اطلق عليهم، ف لكن راح تشوفون راح ادرعم عليهم عند بي وافضي المكان عشان اخوياي يروحون يزرعون البام. ويعني هذا طبعا الكومنتري كله بحث عن باتل فيلد 3، كله بحث عن طور رش بشكل خاص، يعني لانه الطور هذا هو يمكن اكثر طور ممكن يلعب في اللعبه هذه، لانه حركي جدا وفي حماس بشكل ما تتخيله، خصوصا لو كان معك فريق كامل، لو كان معك فريق من 4 يعني على الاقل اخوياك يكونوا معك راح تستمتع بشكل جدا مهول على قولتهم. في النهايه اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع، اتمنى انه وفدتكم في الشغلات اللي قلتها. ان شاء الله راح يكون في شرح لباقي الاسلحه وباقي الاطوار والشغلات هذه، لكن صبركم علي. وهنا تو بيس ثانيه. في النهايه كان معكم اسي جيمر، keep smiling, take care, السلام عليكم.